سيداتي وسادة، اهلا بكم في عرضنا لليوم عن ناشطان ديل لغة مفهومة. اليوم رح نقدم لكم ثلاث لوحات فنية، ثلاث لوحات مسرحية، مسرحية تفاعلية. في حدا منكم حضر قبل هالمرة مسرحية تفاعلية؟ ما بظن في حدا حضر، هي أول مسرحية تفاعلية رح تكون لكم. حضرتكم؟ أوكي، تمام. المسرحية التفاعلية بتكون بإنها ما تكون محضرين أي نص، رح يكون تفاعلكم معنا كثير أساسي بالمسرحية. لهيك رح نلعب لعبة صغيرة قبل ما تبلش المسرحية. اللعبة رح تكون إن نسفل ثلاث صفقات، ولكن رح تركزوا معي ونسفل مع بعض. ممكن أنا بسفل مسافات ما أسفل. فخليكم مركزين، نبلش. يلا طرف هذا بس، هذاك طرف نرجع لكم. يلا واحد اثنين ثلاثة، ركزوا أكثر شوي. يلا مرة ثانية، واحد اثنين ثلاثة. اوكي هلا صار ارتفع شوي، هسه بدي اركز. يلا طرف ثاني، واحد اثنين ثلاثة. تمام ما راح اعيد الشيء. يلا مرة ثانية، مرة ثانية، تركيز اكثر شوي، واحد اثنين ثلاثة. تمام خلص. هلا هيك كلياتنا مع بعض نصفي ثلاث صفقات ونعيدها. اوكي واحد اثنين ثلاثة، شوي اسرع، واحد اثنين ثلاثة. كمان مرة. تمام شكرا شكرا كثير لكم. اللوحة الفنية الأولى رح تكون عبارة عن إن نجيب مشهور من بلد بعيد كثير كثير، بحكوا لغة كثير غريبة ما مفهومة. لهيك رح يكون معنا مترجم ويكون معنا هذا المشهور ببرنامج. الفرقة الأولى تفضل معي. عثمان شخص مشهور موجود بجبرستان اللي هي دولة بعيدة كثير، بحكوا لغة غريبة جدا. طبعا المهنة انتم رح تختاروها. عثمان ما مجهز اي مهنة، ومعانا سيلين رح تكون المقدمة، وحالة رح تكون المترجمة. فيني اخذ معكم مهنة او شخص ممكن يكون مخترع، ما في اشكال يعني، بس مهم يكون شيء عمل شيء جديد يعني. ممكن تعطوني مهنة اي حدا؟ اوكي صحفي. صحفي ممكن هونيك لانسل بالاخير. اعطيني مهنة. طبعا ما في هالطرف. محامي. محامي تمام، ممكن يكون محامي. محامي كثير شاطر من جبرستان، عم نعمل معه مقابله. رح نبلش. 3 2 1. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم. اليوم معنا ضيفنا جون كو المخترع. المخترع محل المحكمة. ممكن انه اهلا وسهلا في بغازانتر. جوال بغازانتر. شو ماشي اسمك؟ اهلا. طيب شو هي الشيء الموجود بغازانتر لكن ما هو موجود جبرستان؟ في مثلا البقلاوة وقلعة عنتاب طبعا والكباب. طيب لما كان جاء غاز عنتاب كانت رحلته صعبة ولا سهلة لهونه؟ يعني هيك وهيك. طيب شو أكثر شيء حبه بغاز عنتاب أكثر أكثر؟ هو يعني من لما كان صغير كان دائما كل العالم كثير كثير انه يجوا يحكوا معه ويحاول انه يحل مشاكله. هو كثير غلبه يعني، فكان دائما يحاول يحل مشاكل هالعالم. يعني انه بعدين يعني حاج العالم كل ما تشوفه صار تهرب منه هيك، فقرر انه يعني يعمل الموضوع شوي رسمي اكثر، فقرر انه يصير يعمل لحاله محكمه. فممكن نعرف هذا الاختراع تاثيره ايجابي او سلبي؟ جبوا 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 جب
ما سمعنا يوم الجوال الجلال تموت كمال هذا it's what a man. هو كل شيء بدهم يعملوه بيكون في له جوانب سلبيه وجوانب ايجابيه. طيب شو الشغله اللي خلته انه يصير محامي؟ تبرمت جبل خرجه ولا شيء ايش مانيش ايش نالش ايش مش كانش ايش مش مش ايش مش ايش مش ايش مش مثل ما حكى هو عن جد كثير غلبه زياده عن اللزوم يعني، بس حاليا شو هيك يعني مظبط حاله شوي مركز حاله هون يعني. بس هو يعني حاليا يمكن يسالك ليش لابسه البوط ابيض مثلا وانت لابسه كيتش اسود، كثير غلبه زياده عن اللزوم. فهو يعني طالما العالم كثير هيك شايفته بني ادم استغفر الله العظيم، فقرر انه يصير محامي هو مشان انه حاله مسخره يعني. طيب هل كانوا اهله والناس اللي حواليه راضيين عن الشغل اللي بيعمله؟ هو كل الناس كانوا ضد كل عمره يعني، بس صراحة يعني عرفنا ليش. صراحة يعني أنا من أول ما إجا وأنا بس يلعب بس أنا بدي يروح يعني حاج، بس صراحة كتير كتير عنده يعني مؤثر هو. فأهلا كانوا دائما يعني كل ما يشوفوه دائما يدعموه كتير، وكان أكتر كلمة بيحكوا له إياها هو عندك مواهب تستحق الدفن حرفيا دائما هيك. فكانوا كل ما يشوفوه كل ما يشوفوه يدفنوه. هاي رجعنا شوي لعصر الجاهلية شوي صغيرة بس على زمانه. بس الصراحة أنا لو محل أهلا بعمل سبب أكثر من هيك، بس يعني هيك. طيب لو ما كان ناجح على الاختراع كان عنده اختراع ثاني؟ جبا هو كان عنده كتير اختراعات، مثل كان عنده فرن بزلط. صراحة هاي كانت كتير بباله وكتير كان بده يعملها، بس كان بده شوية مواد زيادة. مثلا كان عنده فكرة براد بيهز لحاله كتير 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 عنده. هو كتير يعني متفائل بحياته فكل شيء هيك. فصراحة ما حدا يعني طالما يعني المحامي ما دعموه بهاي يعني أكيد رح يتبروا منه، فإنه قرر إنه شوي على الأحسن. طيب شو رأيه بنجاحه؟ هل راض عنه أو لا؟ صراحة هو يعني مستحيل كان يفكر حاله يوصل لهون، حتى إنه نحن هون جبنا جبل خواطر يعني هو ما كان بيتوقع. يعني هو بالعادة دائما كل العالم اللي بتشوفه ترجع وبتحكي نفس الكلمة إنه عندك مواهب تستحق الدفن. فإنه هو ليش هون أصلاً لسه ما بيعرف؟ يعني هو لساته ما بيعرف نحن ليش جايبينه يعني أتنصر علينا على هال هال هذا اللي عنا. مهم. طيب لما عم يشتغل هاي الشغل محامي حاببه؟ طيب كان يعني حياته صغير إنه فقيرين إيش صار؟ من هو صغير ما كان عم بلا اكل ولا شرب، كانوا ياكلوا تراب دائما، كانوا يلوبوه ويشربوه كمي يعني. لو سمحتي بس على الهوا يعني بدك تحملينا. يعني هو كبر وصار يساعد اهله بطلوا يدفنوا الحمد لله رب العالمين. هدي يا جماعة محارم، نجاشا جبالهم
ممنوع يحكي هالشيء ونهددوه لما بده يجي. فيعني كده ما يحكي انه نهددوه بس احس انه عيونه طلع هددوه فلا تسكتوا. في حد عنده سؤال؟ اذا ما في حد عنده طيب شو هي اهم شيء بالنسبه له؟ ما توقعت اكله وكل شيء يعني اكثر من هيك يعني يمكن اذا اكثر من هيك شوي هي المصاري بس مشان يجيب اكل يعني اكثر من هيك. طيب شو هي هو برنامج المفضل تبعه؟ زمان بتفرج على برامج هو اصلا يعني التلفزيون ما عنده هنا. اعزائي المشاهدين شكرا لكم وهنا تنتهي الحلقه. نراكم في حلقه ثانيه. دمتم بخير. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم مره ثانيه ورحب فيكم مره ثانيه على هذا المسرح الجميل وهذه الليله الجميله. طبعا رح نرجع نعمل نفس الشيء هالمرة، رح نرجع نختار مهنة لشخصين أو اختراع يعني هيك خلي يكون مخترع أو شيء هيك يعني مخترع شغلة هيك خنفشارية خو مبدعية هيك بتكون هيك بدنا هيك تشاركونا يعني بدنا هيك ناخذ منكم أفكار شوي ما هيك نبرك ساكتين يعني سهل تمام. عندنا شخصين هالمرة تمام آسف تمام. هالمرة بدنا نختار مهنة لشخصين أو اختراع يعني المهم تفضلوا. حدا عنده؟ تفضل. خيميائي جميل تفضل. أستاذ موسيقى غيره تفضلي. شو مهندس لا ده ما له اصلا نفسيات ده احنا غيره تفضل. مخترع درون فكره حلوه. استاذ جغرافيا كمان بصير فيلسوف. اه ممتاز فيلسوف من كثر الفلاسفه عندنا ما شاء الله تمام. فيلسوف اثنين فلاسفه بيتفلسفوا كثير دائما تمام. يلا بلش جاهزين 3 2 1. سيدات سادتي اهلا وسهلا فيكم في برنامجنا جبرجا. اليوم عندنا الاخوان متفلسفين هون عندنا مترجم ممكن نرحب فيهم. قد افكستوا استفاء على الفيس خوش الصدره اي ترفيشن اوف. يلا اهلا بكم شكرا على دعوتنا في البرنامج. كيف وجدوا غازينتاب حلوه او لا؟ بس لي غازان ده بتخشتو فليكستو إذا فيكستا خوستفيك كويس؟ غازان ده بفرفوكتا بشتزت تخوشي نسترايشن بعد لباش توسي تدرايشن شو بسترابيشي نسترايشن خوشتا يا غازين تبه شو جفتو لي مختلف شو بيغتو لف ديو مختلف ده كالي عم تب بيغتفو خوشتا بيغتو يقول قال أن غازان ده هي جميلة جدا وأطيب ما بيها البقلاوة، يعني هي أكثر شيء بتحبه كرشة. إيه، وهو قال إنه غازي عنده فيها لمسات سحرية ما هي موجودة بنوب، يعني فيها شغلات كتير حلوة بس لما سميت على اللي فيها. ممكن يعيدوا لزيارة لهون؟ بس ليه إذا غازي عنده إذا خشتو إنت في الكستو؟ خشاز تروينش نسترايش نمستو خشاز. هي قالت انه راح يجيب معه ثاني مره زوجها اولاده ويجوا يقتلوا غازي انتاب كله. هو قال لا انه غازي انتاب ما يحبه بجوز يرجع عيده اذا رجعوا دعوه على برنامج ثاني ممكن. ممكن تسالهم طالما اني متفلسفين كانوا شاطرين بحصه الفلسفه؟ بس الفلسفه تخشت فاكر كل كستوفر تخشت هيدي شكو في كستوفر اخيش تبدا ياتيف كيفشف تياخ تيخسف تياخ فلاس كيف تعمل يا بابا؟ خوشين تدريشن استريشن وباس تريد تراخوشين استأخذ جزء من ريش شو باس خندرة فاشن استريشن بس خوشين إذا باس تفحص تغاز يا ودي قالوا هو قال إنه كان يطلع فوق واحد بس بالصف بالفلسفة كان واحد بس هو الأعلى منه والباقي كلهم بقى يعني هو أعلى من واحد هو كان مركزه الثاني من تحت. وهي قالت إنه كانت ما تشارك بنوب أصلا ما كانت تحضره بس إنه كانوا يحبوه. أهلا ما انصرعوا من هذا الشيء بالبيت؟ بس لي زفوست فاكستو بزغل نشتو سفسترس كان سفاستا كبسو خوش تترفاش 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 خوش تترفاش 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 خوش 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 ما انت فاتي يا
شخصه هذا كم هذا زيد خشكي خشكي شخصه أبي أخش شخصه أبي أخش تفحش تفحشته أبي أخش أبي أخش أهلهم كانوا دائما يتلون مرة حبسون بهذا بالأبو ومرة بالسيفة وهي قالت إنه مرة أبوه ضرب الكف هرر له الأسنان كلهم وهو قال مرة إنه أمه ضربته بالشحطة هيك على وجهه فظل هيك وجهه محروف من هذاك الأيام حتى كمان لقلك حتى لقلك ومرة كمان نمت وقلعتهم برا البيت وخدتهم يومين بلا أكل وبالجنانة ماركي شيء كثير مؤثر. ممكن تسألهم إنه هاد الشيء جاب لهم مصاري؟ خوش ليه إذا فخشته كس 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 يعني كل اللي معهم آيفون وسيارة وبيت جابوا لهم بس يعني ما جابوا لهم شيء أساساً حتى يعني بالبنك ما معهم غير 2.5 مليون دولار بس ما بينحكى فيهم. هل برأيهم هذا الشيء مهم للمجتمع ولا إله؟ بس تفخشتو كشتو في الكشتة تفخشتو بيكستو خيشتو في أختيدة في أختيدة أختيدة هل ندموا بعد ما عملوا هذا الشيء؟ بس ليه دفخشت كوستا فليكستا كاسو كوستا فليكستا؟ خوش يا سيد رفاشن إذا ترفوشن إذا خوش يا إذا أخش خوص إذا ترفوشن إذا ترفوشن ميختيستي أخش شو بتاختي أفتي أخش أخريش تفلخشي أخ يخ شوخ تفتي شو خلك تفكشي يخ 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 ساد يخ نيارة بولي خلك تفكشي يخ تفتي يقول لا لأنه هن بالأساس لو ما عملوا هيك أصلا ما كان رح يعملوا شيء هن عملوا هيك ونجحوا ف يعني كانوا هن الوحيدين من بين قوبة عصر الجاهلية فإنه هن طلعوا هيك فهن مبسوطين بحالهم رغم إنه هن يعني هن حتى هن بمدينته مو معترفين عليهم إنه هن ناجحين وشو ذاك شعره شاب صار طوله مترين وهو يفكر وهي ما عمدة تحكي ممكن تسألهم إنه ما بفكروا يغيروا مجالهم بأي شيء بيربحون خوست لسه كاست خوست فكليستو دفع خوست فك الشوكولاتة بيع دبلكو دبلكو زكيت مي شكله ميو قصاد زيادة صفتة يمكرا تروك بست أو تك تفتة أغلب ديو خلي على تفتة أنا كيا بلون خوست لسه ترافاش نسات تروكش نسات تروكش يعني دفع خوست تريشته إيه شو خوست تريشته أنا عم يقولوا إنه لا إن ما قرروا إنه يغيروا أي شيء ولا يعملوا أي شيء لأنه أصلاً ببلدهم ما فيهم يعملوا أي شيء هن بلدهم كثير يعني قديمة أيام ما كانوا يأكلوا بمعالق الخشب وحتى قالت إنه وقت يروحوا على الباص يعني بتطلع بني آدم بتوصل لبنيك رجل طيني فهي الشائلات اللي خليته إنه ما يعملوا أشياء تانية ونطوز ناخد أسئلة من الجمهور حدا عنده سؤال؟ فضل خاسك زفخستي شو خستك؟ زفخستي بولست وخستي انزفخستي أغريسة أغريسة بيتي يا أختي يا أختي إذا حشت فوكس نكسس أختوش تبلغت أستا يا أختي خشت سترافاش نسيت روشي نسترافو ليش أستا خشت عم يقولوا لا لأنه ما في لأنه هن أصلا ما مقتنعين بحالهم إنه ناجحين ما في غير نحن مقتنعين إنه ناجحين وجبناه ولا هون وأساسا إنه عيب تأخذ منه حرام أصلا لك مضر لصحتك يا أخوي والله العظيم إنك تأخذ منه النصيحة هيك إني عم يقولوا أنا ما دخلني عم ترجع هو كان مغمض عيونه كان عم يفكر انه شو بده كان يكون شيء مختلف بالحياه مبدا خالف تعرف
فطلعت براسه انه في كثير ناس تتفلسف وهي اساسا ما هي فلسفه، يعني هي بتحكي شغلات خارجه عن نطاق الخيال يعني والحقيقه. فهو قرر يكون منه لانه كلهم بينجحوا وهو هن يعني ما بيعملوا شيء، هو خرج يكون منه انه بينجح بدون ما يعمل شيء. تفضل. ليش ما قرر انه يطلع غير بلد؟ هو سهفست جبريستان زخست سكس سكو إيطاليا زخست إسبانيا زخست سوريا زخست سكست فست سوريا زخست يسناخت خست فكست فست أستي أبي أختار سوريا تخي أهل بنيوم يخي بنيوم ما يخدم بنيوم بيو وين سيلينج يو ناس يقبل أيسون جيتو أمريكا جا يعني كندا ميخش يعني بعد سوريا خلاص تبلكت بس عم يقول إنه سوريا إذا اخترع فيها شيء ممكن يقوله وين شهادة الاختراع وهو أساساً مخترع وين شهادة هاي الاختراع، فإنه هو ما بصير يعني يخترع شيء هنيك لأنه بيحبسوه بياخدوه على الجيش وعنده بعدين أخذوه على هاي ما بعرف شو اسمه التعويض بعد ما يكبر الواحد يصير عنده 60 سنة بياخدوه عليه بس هو بقى الشباب وحرام والله ساعته صغير. ايه وفكر يطلع لامريكا ايه بس ابوه اخذ له مصراته قال له ممنوع تطلع وامه اطروك بالزباله. اعزائي المشاهدين شكرا لكم، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، دمتم بخير، مع السلامه. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفقره الاولى، الفقرة الثانية راح تكون مختلفة شوي بس كمان راح تشارك فيها. الفقرة الثانية راح تكون ان ناخذ معكم غرض ونستخدمه بطرق مختلفة، فريقين راح يستخدموا هذا الغرض بطريقة مختلفة، فممكن اخذ معكم هيك غرض يكون شوي غريب او ممكن يعني يكون لا يتخليها لانه هي ممكن ممكن نستخدم هاي تظنون أن جبتها كثير حلوة كثير جميلة. So راح نستخدم هاي القبعة حاليا. أوكي فريق الأول 3-2-1 إنا لله يا محسنين الصدقة بعشر أمثال يوم القيامة. الله لا يعطيك العافية اللي بتعطيني عشر ليرات، عشر ليرات إلا ما بتجيب لي بسكويتي، لك ابني ابني رزق أنا بعطيه 100 ليرة ببزق في وجهي، ليش بابا ايش شحال أنت بخيل أنت؟ لا بدك 100 ليرة لك أعطيني 200 500 ألف، قال له يا ابني والله العباد هلا ما عاد معهم مصاري، دول رح تفهم حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي والله بدي هدول ألمهم من الأرض لأنه عن جد بقى انزغل، قلت له كم مرة يمسحوا البيت؟ لا تقول يمسحوا يعني أنا شو بدي أعمل؟ يا ربي يدهمهم كمان ها لك إيش هذا؟ إيش هالطاولة؟ إيش هالطاولة؟ نور استغفر الله لازم أمسح فيها. وين ما رحت؟ وين ما أخذتوني؟ بس عم بمسح أنا ها؟ بس اشتغل ونظف أنا. إيش اللي شغل أنا بهالبيت؟ نور نور الشيطان الرجيم. مين هذا اليوم؟ اصلا هذا؟ الو؟ اهلا اهلا. طيب تمام. اسمع الكلاوي على طرف هذا المعدة. ايوه 350 يعني 350 دولار بكفونا. ان شاء الله الله معك معك الله بحب بحمل بحب بحمل الله الله معك 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 الله معك معك بحمل بحمل الله 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 معك معك يا ربي إذا بعد شو صارين حلوين والله صدق آه فيها مسرة واحدة يوم نصير صديقة يا ربي راح تموت منيح إيه راح حقته يعني لهون بس آه يا ربي شو صار هذا حسن صاحبه الآن بركوب السيارة تشغيل الشوارع عم شيء ما يطلع لي شيء شوفير أحمر أو شيء مرة أعطينا شهادة بالهيك بال شو يعرفني
بالواسطة نعم بالواسطة هاي طلعنا على الشارع ونشوف الله الله يجيرنا بالحميرة بالشوارع. خليكي اثبتي 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 صورك صورة 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 واحدة يا لطيف طلعت لي وانا قاعدة قال إيمان خطيرة خطيرة استنى أنا ما نسيت روح هيك شوي بس هيك روح هيك روح ما شاء الله ما شاء الله لكن يطلعك مي حلوة بس لعذر بوجه هيك مو بالكاميرا يعني هاي كثير حبيته منيح اشتريت منه بس ما شو ما ضل عم يفهم اسمه كثير كيف انه صغير يعني ضروري يكتبوا صغير يا رب انت طيبة هذا يكتب يا ربي حاب الكيوي شكرا لكي او ماي جاد اخترعت دواء جديد اسمه دواء داء الكلاب انت بزماناته عطني كلب وعط العيلة كلها تكلم دويت العيلة كلها وما دويت حالي حتى بسببكم الله يسلمك حتى بزمانته كانوا يقولوا لي يا كلب الله يسامحك حسبي الله ونعم الوكيل تخيل دويت العيلة كلها وما دويت نفسي لك ليش ليش ما دويت نفسي لك دويت كتير ناس وما فادوا انكلبوا لسه على زيادة صار يعطوا صار يعطوا كتير وما بزمانته رفيقي عضني طبعا هو الكلب اللي عضني فلذلك الكلب اللي كنت اقصد عنه ليس الكلب هذاك الذي نعرفه لانه هذاك الكلب وفي قصدي على البني ادمين انه في بعض بني ادمين احيانا بيتحولوا لكلاب شوفوا طبعا كلياتكم فلذلك اخترعته عضني من هون طبعا وبعد ما اخترعته جربت صرت هيك الهف كثير بعدين ايش عملت؟ يلا واحد اثنين لا ما بصير لازم نضبطها اكثر يا ربي لازم هي تاخذها شوي اوكي اوكي يا رب المره يعني قادر اثبتها هلا حاليا اللوحه الثانيه خلصت اللوحه الثالثه مختلفه تماما راح تشاركوا فيها بشكل اكبر اللوحه الثالثه راح تكون ان ناخذ منكم كلمات ونخلي الممثلين يمثلوا طبعا بعد ما طلعوا لبرا ناخذ الكلمات ونخليهم يستخدموها بدون ما يعرفوا عنا اي شيء فراح ناخذ الفريق الاول لبرا الطاوله اوكي لا بس نحن عم ناخذ كلمات يا ريت تقول الكلمات لأني بدون ما تسمع شغله بدل ما نقلب على العربي ممكن مين يعطيني كلمة صوت شوي ما حد يسمع تركي Impressive, but I can't.
خلاص انت ما تيجي هلا ضروري تكشفينا. تمام هلا راح اعيد لكم كلمات بس ركزوا معي. طبخ is have a word cooking. I take it all the words. I cannot take more. احنا اخذ الكلمة الاولى هي طبخ. اوكي الكلمة الثانية هو خادم. من اعطاني مين تعطي كلمة خادم؟ الكلمة الثالثة هي حذاء. عندك زكريا منيحة. كلكم سامعيني بس انتم اسمعوني. اوكي مرحبا توم. اوكي اوبريس كيفك؟ كلمة الاخيرة متعب يورغون. ما طلع علي. هلو متعب يورغون. اوكي بليز لا تناموا. تمام الشيء اللي اسمه بيضحك. سوري انت شو كنيتك خيثة؟ حلا ربع بصلة بس عادي. ربع بصلة؟ لا ما اطالة من نفس الحق المعلاتين. اي والله سلالة نفسها. ربع بصلة ولا سنة الدروم؟ بس انت اي طرف اليمين ولا اليسار؟ لا اليمين. لا احنا اليسار. اي خلاص تفضلي. ايش اعراضك؟ بحس حالها مضوخ. ما بعرف مش عم يصير فيني. مدد؟ قوم عليها؟ مدد؟ قوم عليها؟ 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 لبقتني طيب نسيتني. لو انت دكتور ولا شو؟ بدل جيبوني جيبوني بسرعة بسرعة جيبوني جيبوني بسرعة جيبوني بسرعة جيبوني 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 جيبوني لك انت والله طلع لنا على البنت. عم توترني لك انا بدي متوتر. طلع لنا على البنت. خبص خبص هم توتر. حلا وليه يا بنتي. الله يعينك يا بنتي. جبتك على دكتور ما بيفهم. حسبي الله. بنتك ظاهر اكلته.
شو؟ العمى طلع نفس الكريهين، نحن كريهتنا سن التوم ولا أداب التوم كمان. لحظة بس لأشوف ايش فيها. دكتور دكتور لك هاي ما بيك تستعملها. لك ايه صح نفسك. شو كانت؟ شو كانت؟ أجاب تسأليني لي؟ من الدكتور أنا ولا أنت؟ عزمنا تعالى بلا شو كان يستعملوا الدكاترة. كان هيك بيعملوها تمام؟ حطيك على دناته بحط على قلبه. لك صح عمتك لك كنت عم بخرب. ذكرتيها؟ دارس طب أسنان صح؟ نعم طب أسنان أنا دارس طب أسنان. عرفتي؟ لك من أسكتك للسماعة خطيرة. أيوة سليم لك هون هون. آه صح لك هون. لك هون 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 هون. القلب هنا، القلب هنا ليس في الفخذ. القلب ليس في الفخذ. كم حبيبتي شعر أنا؟ بابا شوري في هون اكيد ابو براس. ايش في ابو براس؟ ما ابو براس هذا ابوك. ابوك لا خافي منه. ابوك يا عمري ابوك. ابوك ابوك يا ابوك. انا ابو براس يا 44. لك عيب بلد هيك اسمه هو. تمام خلص خلص هدي 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 كله تمام خالصين. تعال شوفي لنا شو هي البنت بسرعه. تعال لعندي بسرعه. تبي على جوجل اسباب الدوخه بس بسرعه. يلا بسرعه على جوجل اسباب الدوخه بسرعه. اسباب نعم شو نعم شو بدك؟ ما بعرف انت شو لك اخي. انت اخذ شغلي. انت دكتور ولا شو؟ انت دكتور ما يعتبر ولا دكتور شو؟ نفس الشيء. ما الانسان حيوان ناطق. دكتور حيوان يعني يعني بس انه متخرجه اونلاين. هدي متخرجه اونلاين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. هذا اللي كان ما شاء الله عليك. شوف مثل الخطبه يا خالصين. عمرك 13 خلص. طلبي البنت متعبة كثير. البنت متعبة كثير كثير. البنت تعبانة. ذكرتيني بجدك يا بنتي. حسيت انا تبع زمانات ومرض تعب شوي. اخذناه على الدكتور. استأصل البنكرياس. لحظة انت من بيت حذاء؟ لا انا لسه من بيتي حيزاء. انا من بيتي سن التو. بس عم اتاكد كنت شنو هي. المهم ارجع كملنا القصه. كملنا استأصلوا البنكرياس يا محمد. بعد ما استأصلوا البنكرياس طاب. الحمد لله رجع مرض مره ثانيه. هو اخذناه على الدكتور. استأصلوا له الطحال. اه استأصلوا له الطحال. بابا طيب طيب شو؟ هو بالمستشفى بقى جابوا له طبل. شو؟ طبل طبل؟ ما راسه صار طبل يا بنتي. ما الدكتور سواه طبل لسه. اسمعي لسه الكاملة لسه لسه في شغلات في شغلات. كملوا يعني بعد ما خلص. لا لا عزوز. بعد ما أخذنا رجع مرض مرة تانية. رجعنا أخذنا على نفس الدكتور. مساعدينكم. مستأصل له. الدكتور عايز يكون هيك الحمد لله. مستأصل له ربع الكبد ونصف المعدة. مستأصل له ثلث المعدة الدقيق. مستأصل له ربع المعدة الغليظ. أخذ منه العمود الفقري. العمود. إيه شالوا العمود. كيفك؟ شالوا العمود وحطوا له عصاية مساحة. الحمد لله لك ريحتني كان راح أسلم. بس اسمعي كمان القصة. من عصاية المساحة معك ما هذا؟ شو بدي أقول لك يعني؟ ما عدت اخوي ما عدت. ايش حطوا له بدل هيك تحت الهذا عند هيك عند الهذا حطوا له خاتم. الله ربي خالصين. حطوا له خاتم. لسه عايش؟ نعم لسه. لا انتقل للرفيق الاعلى. الحمد لله رب العالمين. عاملين ان شاء العالمين. الله عقبالكم ان شاء الله يا حبيبي. عقبالنا. ايه لك شوفي يا لك شوفي لنا البنت شوفي لنا البنت شوفي لنا البنت. بنتك معها شحاطه بالمعده. شحاطه في المعده؟ ايش يعني هو لو تسمع فيها؟ حتى بزمانته جدا صار معه. شفت؟ صار معه. تعرف شو صار معه؟ صار معه مجلى في المعده. عرفت والله عرفت والله انا حسيت. ليك 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 البنت بنت هون ليك مكتوب شحاطه بالمعده. لخصينا خصينا على شغله. قول بنتي قول بنتي صحتكم. قول يلا صحتك. مرة مع فريق جديد. طبعا رح نعمل نفس الشيء. رح نرجع ناخذ منكم نفس الكلمات. بس اولا تفضلوا خلاص. تمام يلا كلمات. شو مستنقع
هلا كيف بصير اسم مناطق مثلا حلب الرقة دير لبنان كلمة حلبية بين جاجب ها بين جاجب جاجب بالله بس ما تكيد بالتركي هاي قدوش حيران حيران كمان بتصير قدوش حيران وبيران حيران بدك لديك عارفين كده نعم إيش السمان أجيب له بعجوب بعجوب أنت تقدر يا أبو ماك هاف وورد سيسي طبخ طبخ ديري طبخ كلمة طبخ سمان سمان سمر سمان 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 تمام خلنا أربع كلمات نرجع نذكركم بالكلمات مستنقع برداية فتوش فتوش وسماء تمام جاهزين ما شو عادي نايمين يا أشفي جاهزين ما أسمع جاهزين لن أقبل تمام جربي؟ لا شكرا طب هوني شو رايك تلقى؟ لا شغلة كثير تحتاج جربي ايه؟ سمو طب اخيار ما عرفني وتلقى؟ لك يا بنتي يا بنت بطني اسمعي على كلامي لما قلت لك انا هيك مبسوط مجهزه انا شوفيني لما رجعت لسه لسه هاتي التليفون لك ايش بدك من التليفون تحكي مع الشرطه يا رب تنزل معجزه من هالسما وتخلصنا ليش الشرطه هبي اسالهم كيفهم شلونكم شلون الشغل بخير انت شو بدي اسالهم تفضل مين لك الشرطه آه. الو كيف حالك شلون الشغل تمام مرتي من الصبح طالعه ولحد هلا ما رجعت علامات الفارقه هي مره كثير نكديه ومايعه لابسه بنطلون وكنزه ابني علي الله يخلي لكم اياه رايح من شغله سنتين على بلاد الغربه ايه والله اللي بدي اياه شغل ما تفرق معي ها كل شيء بيشتغل ايش بدكم بيشتغل ان شاء الله دكتور بيشتغل محامي بيشتغل لك حتى حرامي بيشتغل فضحتنا ليه فضحتكم هلا الشغل عيب انا بدي اشتغل لا لا ليك قبل لك شغل شو بدك تبري لي شو ايش ما بدك شو رايك تشتغل طباخ حلو لا نشتغل مستنقع ما احسن كثير نعمل مستنقعات والله هي بدها مصاري بدها مصاري انت تعال تعلم اشتغل اول لا شو واحد اشتغل اعطيني علميني شو الشغل طبخ تعال اه نبدا
تقرب شوي. طباخ والله فكرة حلوة. حتى بتعرفي مصير نبعت أمك على البيت بلاها. شو أنا بطبخ. تمام. وبطبخ للجيران. ولقرايبيننا. لك حتى بنطبخ للعالم الفقراء. أنت والمحتاجين. أنا راضية. تمام بلش. تمام. تفضل يا عم طبخ. تفضل. شوفي. لك يبرة. تمام؟ هذا يبرة؟ إيه. والله شايفه بردايه ما بنام يا ابو هو ممكن عليك لكن والله مثل البردايه فرجي يعني حتى هلا اذا امي بتجي حالها شوي بصير تعلون هيك على البردايه بيعطي موديل كثير حلو والله بيعطيك هيك اوراق الشجار والانهار والازهار حس بالرمان طيب يلا شوف حط هيك تفرد منيح الورق هي شلتها شيلها ليه حرام جيب وحده على طرفك منيح تكون هي يعني جيبها صغير وحده ما بيعجبك عجب ولا سامر هاي هيك تمام ايه تمام نحط الرز حطينا الرز طيب بنلفها تمام ايوه طيب بنجرب وحده هات هاي بنحطها هيك بنلفها بالرز اه نسيته هات وحده ثانيه بنحطها حطينا هيك نحط الرز ما صح كمل يا عيني عليك هلا بنلفها هيك ما هاي من ياكلها ما تنزل لك والله انت ما بتعرف تطبخ انت اللي ما بتعرف تطبخ لو تضرب هاي ضربت صغني عم تشرب العالم بتصير روح اللي عم هجر قليل طب تعال تعمل فتوش حدا انت ما بتستنى تعمل حل عني روح على صبيعي انت تكفيني انا عارفان فلنا عنا روحي يا بنت روحي من امك انت ما بنتي روحي ادعي مع امك روحي ادعي مع امك ما أساس الواحد وما بديك يلا ما بديك يعني ما بديك سيدات سادتي بنتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي الفقرة لنا ناخذ منكم كمان كلمات خلينا نضبط كسر المسرح
بس فهميني انا بشو غلطت؟ انا بس بدي افهم شو غلطت لحتى زعلانه وطالعه؟ ولو لسه بسالني شو غلطت؟ بدي عليهم بس لك لك فضحتني؟ شو فضحتك؟ انا بس طلبت قهوه. والله طلبت قهوه عن جد. لك باخذك على مطعم راقي بتروح تقول لهم بدي قهوه كراميل؟ اسمه ميكيتو؟ فضحتني خربت لي برستيجي. من هذا الفهم على الجبل اللي هي او لا معلش قهوه الكراميل ولا ما معلش بس هالمره بس ارجع ايدا ارجع ايدا مركاتوف بس بدي بس من هيدي يوش لك اسمه ميكيتو. على فكرة انت لاططني لك مو الحق عليك الحق علي انا الغبية بوديك على مطعم راقي لك انت ما رح تتعلم ايه ما رح تتعلم احنا من الزواق هالراقية بس اعرف ايش يعني جخ ورخ بتعلم شراب ولا شو كمان؟ اخفوز من قدامي؟